يقول: بالنسبة للزكاة، هل يجوز للإنسان أن يشتري من الزكاة كتب علم ثم يوزعها على طلبة العلم الفقراء؟ لا، زكاة ما تصرف إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، ما تصرف إلا فيها. أما مشاريع الخير والمراكز والإسلامية هذه من التبرعات، من التبرعات، لا من الزكاة. نعم.